مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي. تحيه صباحيه عطره نتوفى لكل اوفياء قناه الشعب بدون استثناء اينما حللتم وارتحلتم اخواني في الله. فكما كتشوفوا معنا بطبيعه الحال دائما من خلال يعني هذا اللايف المباشر اجل ان نقربكم اكثر يعني من الاجواء ديال مدينة أكادير في هذه الصبيحة اللي هي صبيحة يوم الأحد. كنشوفوا أجواء عادية جدا، والهدوء والسكون يعم المدينة بعد العطلة الصيفية كما كتشوفوا معنا. فالمدينة يعني استعادت هدوءها التام واستعادت الشوارع يعني الهدوء اللي كانت يعني من قبل العطلة الصيفية، بعد ما يعني شفنا عطلة اللي كانت يعني معروفة بالازدحامات والاختناقات المرورية نتيجة يعني تهافت وتوافد العديد من الناس بطبيعة الحال يعني على مدينة أكادير من أجل قضاء العطلة الصيفية. لكن يعني مع انقضاء العطلة الصيفية المدينة بدأت تستعيد رونقها وتستعيد هدوءها وتستعيد أيضا السكينة ديالها كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا المباشر. فجميع الشوارع اصبحت يعني خاليه، ما بقاش يعني كتعجز بالحركيه، ما بقاش تلك يعني الحركيه المعهوده من دي قبل. فانت يعني الصور اللي كنقولهم فخير دليل على ذلك اخواني الكرام. فكنحيي جميع اوفياء قناه الشعب اينما كانوا، سواء داخل المغرب او خارج المغرب. حبيب فضيلي صباح النور خويا حبيب، تحياتي لك. ايضا علي كيروش صباح النور اخي الكريم، تحياتي لك اخي. وكنحيي جميع الناس اللي التحقوا بنا الان خلال يعني هذا اللايف المباشر. طبيعة الحال الهدف دائما كما كنقول هو ان نقربكم يعني من الاجواء ديال المدينه في هذه الصبيحه الجميله جدا، في هذه الصبيحه المميزه اللي هي صبيحه يوم الاحد ونهايه اسبوع موفقه. كنتمنوا للجميع أوفياء قناة الشعب بدون استثناء. فكما تشوفوا يعني لا شيء يعلو على الهدوء، ولا شيء طبيعي الحال يعني يسيطر على الشوارع المدينة سوى الهدوء التام في هذه الصبيحة ولله الحمد. فالمدينة يعني ولات خالية من يعني من الزوار، ما بقاش يعني الحركية المعهودة بطبيعة الحال من دي قبل. فأنتم كتشوفوا ربما يعني الشوارع كلها أصبحت خالية تماما. زكريا صباحك ورد، تحياتي لك أخي زكريا، شكرا لك. حسن فريدوز صباح النور أخي حسن، تحياتي لك أكيد يا أخي. فهذا حي السلام يعني التقاطع ديال حي الفرح مع حي السلام. فأنتم كتشوفوا يعني فقط كنحط دائما اننا ناخذكم يعني في جوله مختلف يعني الشوارع، مختلف التقاطعات الطرقيه وايضا مختلف الاماكن، باش اننا نقربكم يعني من الاجواء ديال مدينه اكادير في هذه الصبيحه. فانتم الشوارع خاليه تماما في هذه الصبيحه اللي هي صبيحه يوم الاحد. فكما كتشوفوا الهدوء يعم المدينه بعد انقضاء العطله الصيفيه. وكنتمنى ان الناس يكونوا يعني قضوا عطله صيفيه ممتعه ويسترجعوا الانفاس ديالهم ادانا ببدايه موسم دراسي جديد، خاصه يعني التلاميذ والطلبه اللي يعني طبعا مجموعه من الطلبه اللي كينتظرهم يعني ربما موسم شاق، موسم ديال الدراسة من جديد والحياة الجامعية وأيضا الحياة الطلابية. سعيد تحياتي لك خويا سعيد، شكرا لك على المتابعة والمواكبة أخي الكريم. أنتم تشوفوا هذه هي الأجواء الصباحية في المدينة. ربما يعني من خلال يعني هذه الجولة كيبان لكم يعني الجو السعيد مدينة أكادير في هذه الصبيحة. جل يعني الأماكن خالية، جل الشوارع خالية،
هدوء تام وهدوء منقطع معنا خلال يعني هذا البث المباشر. غادي نحاولوا ايضا ندخلوا يعني بعض الازقة نشوفوا ايضا ما يجري في المدينة في هذه الصبيحة. فتحية للجميع. الهاس هذا حي السلام اخويا بالحسن ممكن تشوف بالمقربة من الكلية ومن الجامعة.